تقول زوجتي أربعة ابن أختي خمس ربعات يمص الثدي وتأخذه ثم يمصه مرة أخرى خمس مرات هل يعتبر هذا ابني من الرضاع؟ نعم إذا مص اللبن وقبل الفطام مص اللبن خمس مرات فهذا نصاب الرضاع المحرم. الحديث الصحيح عن عائشة خمس رضعات معلومات يحرمنا، والرضعات المراد بها المصات، قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان